اما ذاك شنو شو اقعد؟ لا صلاه مقبوله، لا الحج مقبول، لا الفلوس مقبوله، هيك هيك هيك، خلي يصوم كل الدهر. اولا ان كل فرقه او مذهب او طائفه تعتقد انها تملك الحقيقه مطلقا، ان الحقيقه موجوده ماذا؟ موجوده عندها ولا توجد عند غيرها. طبعا واستندوا الى روايات الدعوة تواترها، وهي مساله الفرقه الحقه او الفرقه المحقه او الفرقه ماذا؟ الناجيه ونحو ذلك، والان ما اريد ادخل فيها. هذا الاصل الاول. الاصل الثاني عدم قبول الاخر، يعني لا توجد عندنا ثقافة قبول ماذا؟ قبول الآخر. القضية الثالثة عدم نجاة الآخر في الآخرة، يعني لا أنه فقط يكفره في الدنيا بل يعتقد بأنه من المخلدين في النار أين؟ في الآخرة. سؤال، ما رأيكم حينما فيما يقال إن الشيعي الفاسق الظالم هو أفضل من السني العادل ذو الأخلاق أو ذي الأخلاق العالية، ومصير الأول الى الجنة والثاني الى النار؟ قبلي وهذا ما بيفرد شيء، شكو بي الشيعي الفاسق صحيح مو خوش هذه من ناحية، لكن عنده فرد شيء حلو من ناحية ثانية. الذي عنده حلو شنو هو؟ حب لأهل البيت، الولاية اكو عنده، فشيء اكو عنده، ويمكن هذا الشيء شنو ينجيه في يوم يساعد لا اقل. هسه صحيح يحصل لك عصاية شوي على استخفافه بالصلاة بالصوم وما شاكل ذلك، لكن هم ينفع هاي الولاية وحب اهل البيت. اما ذاك شنو شو اقعد؟ لا صلاه مقبوله، لا الحج مقبول، لا الفلوس مقبوله، هيك هيك هيك، خلي يصوم كل الدهر. فلو ان رجلا، هاي الروايه عن الامام الباقر وهي من الروايات المسلمه، بني الاسلام على خمسه اشياء، صلاه وصوم وحج وزكاه، ثم يقول والولايه، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. فلو أن رجلا صام نهاره وقام ليله طيلة الدهر، إيه كل عمره هيك، لم يقبل منه شيء، كل هباء منثورا. وطبيعي ذاك حينئذ الشيعة الفاسق يصير أفضل. جيد، وهذا الذي أنا قلته أنه يحرم يحرم يحرم، أكررها مئة مرة، أنه سب ولعن وإهانة مقدسات مو المسلمين، كل البشرية. يعني البوذية عنده شنو؟ مقدسات. أنت مو من حقك أن ماذا؟ أن تسبه وتسيء إليه. ماذا قال القرآن على هذه القضية؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا. وهذا فيه نص، كل فعل رد فعل، وهذا فيه نص الرواية. إذا صار مجال إن شاء الله أجيب لكم إياه، من الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. التفتوا لي، عرفوهم محاسن كلامنا، فإن الناس لو عرفوا لاتبعونا. إذن طريق تحبيبنا إلى الناس ذكر مساوئ الآخرين وسبهم ولعنهم وشتمهم. لو أنت عرف ما عندك بعبارة واضحة، بيني وبين الله عندما يدخل الإنسان للظلام يلعن الظلام، لو يشعل ماذا؟ يشعل نور أو سراجة شمعة، أي منهما. تعال إلى مكان بيني وبين الله تجد شجرة مثمرة وشجرة مولانا يابسة، الأفضل أن تقف وتذم الشجرة اليابسة لو تبين محاسن شنو؟ شجرة المثمرة. أي منطق هذا؟ هذا لزامه سماحة السيد أنه هذا الدفع بهذا الاتجاه، أن تبين محاسن أهل البيت عليهم السلام، محاسن أخلاقهم، أن توظف طاقاتك ومجهودك وعمرك وقيمتك وحب الآخرين لك، ما عندك ما عندك كل إمكاناتك توظفها في الاتجاه، وما ضيع وقتك وجهدك في إسقاط الآخرين وإسقاط حجتهم والنيل وسبهم وتبهيتهم واتهامهم وتسقيطهم وإصدار الفتوى. هذا منطق ليس، لا أقل ما أقول فيه منطق قرآني أو ليس منطق قرآني. أتحدى أولئك الذين يقولون منطق القرآن أن يبدأ الإنسان بماذا؟ ها؟ بالإساءة إلى الآخر. هذا ليس منطقه، بل على العكس من ذلك، بل العكس أمامكم. هذا قول الذين يعلمون أو لا يعلمون، هذا قول الذين لا يعلمون. احنا قلناها في حلقة سابقة، في حلقة ارجعوا إلى القرآن. أحسنتم، ارجعوا إلى القرآن. القرآن أولا وآخرا.